حضرتك ومن زملاء آخرين، يعني البعض لما شاف أنه الهيئة العليا لحزب الوفد تتجه إلى معارضة ترشح الدكتور السيد البدوي لهذه الانتخابات، البعض قال طيب ليه الأستاذ مصطفى بكري نفسه ما يرشحش نفسه للرئاسة؟ لأ، أنا في كل الجولات اللي موجود فيها في المحافظات أنا مع الرئيس فتاح السيسي، وبحضر المؤتمرات وأتحدث فيها، وهذا أمر معروف. ومن ثم أعتقد أنه الدعوة لحزب الوفد، لأن حزب الوفد دخل العملية الرئاسية قبل ذلك. ما هو الحزب نفسه كان مؤيد للرئيس ولا يزال طبعا، ورسخ هذا التأييد النهارده بقرار الهيئة العليا. أنا أقصد يعني إذا كانت المسألة مسألة يعني نظرة الخارج والمؤامرات التي تحاك، طيب ليه حضرتك ما فكرتش إنك أنت وأنت عضو مجلس النواب ولك شعبية في الصعيد، عارف إن حضرتك بلدياتي ويعني ليك شعبية في الصعيد، وكان ممكن يعني طرح اسمك يكون يعني مخرج لهذه المسألة؟ أنا حضرت في 18 محافظة مؤتمرات تحدثت فيها على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم أنا شخصيا عرض علي هذا الأمر قبل ذلك في 5 أبريل 2012 إنك تترشح للرئاسة، الفريق سامي عنان، وكان اللي هو حسن الرويني، وبحضور عدد من أعضاء المجلس العسكري، وقلت أن منصب الرئاسة يحتاج إلى شخصية أعتقد أنها تكون قادرة على الإدارة وقادرة كذا، وأنا هدفي بالأساس الآن هو مجلس الشعب وليس أكثر من ذلك. ما كان يمكن أن أنزل الانتخابات وأنا موجود في مؤتمرات الرئيس وأتحدث فيها، ولكن حزب الوفد لديه كوادر عديدة، ليس بالضرورة الدكتور سيد بدوي. ما هو ده اللي أنا برضو بسأله لضيوفي، يعني طب ما هو كان طرح اسم الدكتور هاني صري الدين مثلا، وطرح أيضا اسم الدكتور محمد فؤاد. والدكتور محمد فؤاد